السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي يخص الحصة الثانية في مادة النشاط العلمي للمستوى الخامس. الوحدة الأولى مرجع منها للنشاط العلمي. موضوع الدرس أعضاء الجهاز الهضمي ووظائفها لدى الإنسان. Les organes de l'appareil digestif humain et leur rôle. أهداف الدرس: تعرف أعضاء الجهاز الهضمي، تحديد وظيفة كل عضو. وضعية الانطلاق: لاحظ علي أن الأغذية الصلبة تحتاج للمضغ قبل بلعها عكس السائلة منها، فبدأ يتساءل. سؤال التقصي: ما هي أعضاء الجهاز الهضمي التي تمر منها الأغذية؟ وما هي وظائفها؟ الفرضيات: أعضاء الجهاز الهضمي التي تمر منها الأغذية هي الفم والمعدة والأمعاء. وظيفتها هضم الأغذية وتبسيطها ليستفيد منها الجسم. أتحقق: النشاط الأول، ألاحظ المجسم لأتعرف على المسار الذي يسلكه الطعام. من خلال ملاحظة الرسم التوضيحي يتبين أن الجهاز الهضمي يتكون من عدة أعضاء أساسية وهي: الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، البنكرياس، المعي الدقيق، والمعي الغليظ. النشاط الثاني. J'introduis un morceau de pain dans ma bouche et je le mâche lentement. J'observe le travail effectué par la mâchoire, la langue et les dents. Je décris le résultat de mes observations. Ensuite, je complète la phrase suivante avec les mots sucré, salive, mou. Voilà la réponse. Le pain est devenu mou et imbibé de salive. Son goût est devenu sucré. تجربة سبالانزاني. أنجز الباحث الإيطالي سبالانزاني في القرن الثامن عشر التجربة التالية: مضغ جيدا قطعة لحم في فمه، ثم وضع جزءا منها في الأنبوب الأول، وأضاف إليه عصارة أخرجها من معدته، ووضع الجزء الآخر في الأنبوب الثاني وأضاف إليه ماء، واحتفظ بهما في درجة حرارة تماثل درجة حرارة الجسم 37 درجة سيليسيوس. نتائج التجربة: نلاحظ أن قطعة اللحم التي وضعها العالم في الأنبوب الثاني بقيت على حالها، بينما اختفت قطعة اللحم في الأنبوب الأول. إذن للمعدة دور في تبسيط الأغذية بواسطة العصارة المعدية. النشاط الرابع: أتعرف دور أعضاء الجهاز الهضمي. الغدد اللعابية، إفراز اللعاب وتبليل المواد عند المضغ. المريء، استقبال اللقمة الغذائية والدفع بها نحو المعدة. الآن نحن في المعدة، كيس قابل للتمدد يسحق الطعام ويمزجه مع عصارات المعدة. عندما يتحول الخليط الذي يشبه الكرة إلى عصيدة، فهو الآن جاهز للانتقال إلى الأمعاء. الكبد، إفراز سائل يمر عبر المرارة ويمتزج بمواد الهضم الآتية من المعدة في الأمعاء. البنكرياس، إفراز عصارة هضمية تمر داخل المعي الدقيق، حيث تمتزج بمواد الهضم الخارجة من المعدة. المعي الدقيق، إفراز عصارة هضمية تمتزج بمواد الهضم الخارجة من المعدة وامتصاص نواتج الهضم لتمر إلى الدم، وكذا ضمان مرور النفايات إلى المعي الغليظ. المعي الغليظ، استقبال ما تبقى من مواد القيت والنفايات وضمان مرورها نحو مخرج الأنبوب الهضمي
الشرج وطرحها خارجا أثناء التغوط. خلاصة: يتشكل الجهاز الهضمي من أعضاء الأنبوب الهضمي وأعضاء أخرى كالغدد اللعابية والكبد والبنكرياس التي تفرز عصارات تساعد على هضم وتبسيط الأغذية فتعطي مواد القيت. Résumé. L'appareil digestif est formé d'organes du tube digestif, de glandes salivaires, du foie et du pancréas qui donnent des sucs pour simplifier les aliments et obtenir des nutriments. يلعب الجهاز الهضمي دورا هاما في هضم طعامنا. تبدأ رحلة طعامنا من فمنا وتنتقل عبر المريء والمعدة والأمعاء ثم تخرج عبر فتحة الشرج. إذا كان بإمكانك القيام برحلة عبر الجهاز الهضمي تماما مثل طعامنا، ما هو الجزء الذي ستتحمس أكثر لرؤيته عن قرب؟ ولماذا؟ اترك الجواب في التعليقات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.